خلصنا بقى مازن، روقنا. انت بتعرف انه فراس بيحبك. بيحبني؟ انا ما حدا بيحبني ولا انا بحب حدا. ليكي والله والله يا فراس لسه لورجيه نجوم الظهر. والله عيب يا مازن عيب، هدول بيضلوا رفقاتك وفي خبز وملح بيناتكم. انا ما حدا رفيقي، انا ما حدا رفيقي غير نتول. لك تسلم لي عينك يا ابو النيس، بس كمان لا تزود انت، يعني المصارين بالبطن تتخانق. شوفي نتالي، بدي اطلب منك طلب، انك تجاوبيني بصراحه كثير على هذا السؤال، وانا ما رح ازعل منك شو ما كان جوابك. شو يعني يا بتكوني معهم يا بتكوني معي؟ كيف يعني؟ ما فهمت، شو هي يا معي يا معهم؟ يعني هلا انا وياهم تخانقنا، يا بتصفي معي يا بتصفي معهم. وليكي اذا صفيتي معهم انا ما عندي مشكله ابدا اني اكون لحالي. انت بالذات يا نتول، بتعرفي انا قديش بحبك وبعزك، محبتك هون بالقلب يا نتالي. لا يا مجنون، ما وصلت القصه لهون. بلا، وصلت لهون والابعد من هون. بقى انت اختاري. مازن انت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي، اختاري. وهلا شو قلتي؟ خلص يا ابو النيس، انا معك وعلى الموت، مع انك انت الغلطان، بس ما رح اتركك لحالك. روح صف معهم واتركهم هيك يتكاتروا عليك. خلص انت معستك غالي عندي كثير كبيره، مع انه انا مالي غلطان. بكره اي يارا. اي حبيبتي. اي ساعة؟ طيب ليك يا حبيبتي، اتركي الشباك تبع هذيك الغرفة مفتوح شوي. لك يا ابني دخيل ربه اللي بيفهم. انا باي باي. لك يا عمي ايامك، تليفونات بتروح على جنب وبتحكي. مين قدك؟ هلا شو عندك اليوم الساعة 8 مساء؟ ما عندي شيء. عظيم، اليوم رح ورجيكي هذا اللي اسمه باسل وهدول الناس اللي عم تدافع عنه وعم تقولي انه انا غلطان، رح ورجيكي اياهم على حقيقتهم. لمين عم تبعت مسج؟ لليلى. مين بعت لك مسج حبيبتي؟ ماما. خير في شيء؟ لا بس عم تخبرني انه بتحاكيني اليوم المساء من بيروت. ابو البيس، انا عازم فرج وفاتنا اليوم على المشاوي، انتو شو وضعكم؟ من امتى والشمس سرقعنا؟ اكيد انت اللي عازم؟ الله يسامحك، طبعا بمناسبة أول راتب بقبضه. اوكي، أنا جاهز. طب يلا شو مستنيين؟ فضت الجامعة كلها ما في غيرنا وخلص الدوام، والله جعت كثير. خلص. بس يا جماعة أنا ما فيني أطول بعد الساعة 8 لأنه عندي موعد كثير مهم. يلا تفضل. يلا شرف. يلا. لا عم باكل. عن جد حبيبتي حاسك كل يوم مو على بعضك، في شيء؟ لا ما في شيء. ليلى، من كتر ما لك هاتي بتعرفي بمين بتذكريني؟ بمين؟ بتذكريني بهاد المدرب تبع الكابتن ماجد يلي هيك كان توه دائما هيك بنص خده. لك صحيح، نحن ليش مو مثل افلام كرتون تمنا هيك على جنب؟ حبيبة قلبي، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا وتمنا بالنص. طيب ليك بدي اسألك سؤال تاني، نحن لما بنخجل ليش ما بيطلع لنا راس حمر هيك كمان مثل افلام كرتون؟ ولا فيوز. صحيح، بدي اسألكم سؤال، هي ليش لما اثنين بيتخانقوا هيك ليش ما بيطلع خبر مثل افلام كرتون؟ ليكو بدي احكي لكم سيره، هلا لما كنت صغيره بس مو كثير يعني هيك بالعاشره ما بعرف، بس كنت اصغر من هيك، هلا على اساس انا كبيره جبت عصايه هيك وضربتها لرفيقتي طخ على قد ما الله اعطاني عزم. وليش ضربتيها بقى؟ مشان يطلع هيك الجوب براسها مثل افلام كرتون، بس يا حرام ما طلع الجوب طلع دم. وشو صار برفيقتك؟ ما
صار شيء، 10 قطط براسها بس. طلع هيك على المدرجات لقى الاولاد الصغار اخواته عم بيقولوا له بسم 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 بسم، عم بيشجعوه يا حرام. قام طلع فيهم هيك قال لهم لا ناخذ لكم، قال لهم لا ناخذ لكم، وهيك مشي بالطابه هيك. قام لما وصل لعند الوليد يا حرام شاط الطابه بس يا حرام شق الشبك. مالك ملاحظه ان هالقصه حزينيه كثير؟ بالله مو. يلا يا جماعه انا بدي امشي، بدكم شيء؟ لوين رايح؟ أنا قلت لكم إنه عندي موعد ضروري ساعة 8 صح؟ إيه مظبوط. شو ليلى؟ تروحي معي ولا بدك تضلي قاعدة معهم؟ لا خلص روح أنا بوصلها. لا أنا بدي روح على البيت. معناتها حبيبتي قومي على السريع لأنه أنا ما عاد لحق الموعد. ماشي. خاطركم يا جماعة. الله معكم. دايما فروس. صحة وهنا. المرة الجاية بتحكي لنا آخر 50 حلقة إيه؟ إيه. يا جماعة شو بقى ليلى مو على بعضها؟ ايه والله مزبوط. ليلى صار لها فترة هيك دائما شاردة وعم تضرب اخماس بأسداس، هيك بحسها. ابصر شو القصة. شو بقى فتون لهلا عم تبكي؟ ما عم بيروح يا فراس من بالي هالبسام وقت اللي قالوا لن اخذ لكم، وش عطى هذيك الشوطة؟ انا بحب رعد، الحارس تبع بسام. لك لا هيك فراس، رعد انا ما بطيقه، ما بحب شكله كمان. طيب خلص لا تزعلي، أنا بحب ياسين، موافقة؟ يقبر قلبي ياسين وشو هضم وحلاوة. بس بتعرف يا حرام وقت اللي قرروا أهله يسافروا وكان عم يودعوا للكابتن ماجد، وحياة الله حرق لي قلبي ما بتصدق قديش. طيب ليش أنا وقت كنت أحضر الكابتن ماجد ما كنت شوف كل هالشغلات الحزينية اللي أنت عم تشوفيها؟ لا أنا كنت حسه كله حماس ونط، أنا مشان يفوت ماجد الجول. إيه لأنه ببساطة أنتوا اتنيناتكم ما عندكم لا حسيس ولا شعور، وما بتقروا بين السطور. بين السطور؟ إيه لأنه الكابتن ماجد ما كان بس يشوط الطابة، كان هو إنسان بكل معنى الكلمة. يبعت لي عمه. وإن لله في خلقه شؤون. مازن لوين أخذني؟ على الهفا. هلا بتعرفي. إيه إذا على الهفا بروح. ستايلك الهفا لأنه. اشوف الو مرحبا يارا انا باسل. ايه هلا انا صرت بالمكان اللي دليتيني عليه، يعني هاي البنايه اللي بوشي. انت شايفتيني قالي وراي. اوكي بس انا طابق بالارضي. طب يلا لحظه بكون عندك لانه انا بصراحه كثير متوتر. يلا مرحبا. اهلين تفضل. شو بتحب تشرب؟ لا ما بدي اشرب، انا بدي تفحصيني على السريع لانه قلبي ناقزني وحاسس انه معي شيء. لا لا تخاف الحقني. الحقير هالواطي لك خاين يا جماعة. أنا ما عم بفهم شي، معقول باسل يطلع هيك؟ حاوني
يلا شلح اوعي. شلح ليش؟ شو ليش؟ ما بدك شوف علي؟ بلا الكشف بده شلح صح؟ هيك بيعملوا كل الدكاترة صح؟ اي طبعا. يلا طيش شو خويف. لا ماني خويف. يلا تسطح. مش طلعت مخبى بتيابك يا باسل؟ تفو. شفتوا انه انا المنيح ومو انا الغلطان؟ وقت قلقت معه كلكم صفيتوا معه، طلعتوني انه انا الغلطان. هاي شرفه، هاي السيد باسل تبعكم، ليك شلون طلع بمية وش. شو اعمل انا هلا؟ تقبريني؟ لا تبكي، هدي حالك، منيح اللي كشفتيه على حقيقته قبل ما تتورطي وتتجوزيه. هلا شو ساوي انا؟ تربطت ايدي مشان الله. يعني شو بدك تساوي؟ فيزياء؟ روحي لعنده والقطي بالجرنة نشوه. مزبوط مزبوط. وأنا جاية معك مؤازرة. يلا وأنا بخاطركم. وغير المغص من شو كمان متضايق؟ أنا سبق قلت لك أني أنا بعاني كتير من تشنج الكولون، وعندي عسر هضم، وعندي ذبحة صدرية، وعندي جفاف بالحلق، وعندي كمان وجع بالأعصاب، ويمكن عندي سوء تغذية. يمكن. انت شو رأيك؟ ما بعرف، انا على كل هاد كله رح يبين. طيب بدي اياك تساعديني ارجوك. لحظة لأفتح الباب. وينو؟ مين انتو؟ عمل لك وينو؟ مين هذا اللي وينو؟ باسل وينو؟ لا تعي طيب جيب لك الشرطة. ها اللي بدك تجيبي لي شرطة؟ اساسا ليش عم بحكي معك انا؟ ناديله. حبيبتي شبك شو في؟ لك ما بتصحي على حالك تطلع لي بهذا المنظر؟ لك يا بشوم عليك؟ يا بشوم عليك يا باسل؟ يا عويرة الحب اللي حبيتك ياه؟ حبيبتي انت اكيد فهمان الموضوع غلط، طولي بالك. لك اي غلط هاد؟ ليش شو في اكثر من هيك صح لنفهمه؟ طيب ليلى هدي وخليكي ريلاكس وخليني اشرح لك شو القصة. انا ما عدي اسمع ولا كلمة، ولا عدي احكي ولا كلمة. انت شو عم تعملي يا مجنونة؟ مزبوط مجنونة، مجنونة اني حبيت واحد واطي مثلك. تفو عليك يا باسل تفو. مين هاي؟ هي خطيبتي. طيب روق، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بصراحة هي ما حتتنفرز عن الرحلة. ما في مشكلة، انت ما دخلك، بس ممكن تعطيني اغراضي، خليني البس وروح. تكرم عينك. خلصنا ليلى، خلصنا. حاش تبكي حاش تبكي، حمدي ربك انك كشفتي على حياته لهالخاين. انا بحبه لباسل، بحبه. تحبيه مو؟ لك ولي هاي الطيبة ما بتنفع بهالايام. حمدي ربك انك كشفتي، هذا واحد خاين وخانك وكان خطيبك، بقى ما لازم تندمي على الشيء اللي عملتيه، لانه اللي عملتيه هو الصح. لك وبعدين يا هبلة، خانك مع وحدة شرشوحة ما بتسوى صرمايتك، بتقولي لي بتحبيه؟ بحبك برص ان شاء الله. خلص هس بالعيق بالعيق. معاها حق، معاها حق تفكر هيك، لأنه أنا كنت ببيتها للبنت وشالح. والله إذا ببلع على ورق المصحف ما رح تصدق، ما رح تصدق إنه هي دكتورة وكانت عم تكشف علي. يعني حتى أنا ماني مخبرة. لك أنا شو عملت بحالي؟